نادي سبورتنج من الأندية اللي ليها قاعدة ناشئين كانت محترمة جدا في السلة، يعني ده ايه حقيقي. المختلف في تدريب السلة عند نادي سبورتنج عشان يخليهم بيصدروا لعيبة كتير ونجوم ومتواجدين دايما في مقدمة الدوري المصري؟ موضوع الناشئين ده بيبقى برضه حظ الى حد ما شويه لو انت عندك ناس كويسين يعني، بس انا دلوقتي شايف برضه حتى في النادي الاهلي في ناشئين كويسين جدا، في ناس طالعين لنا في الفريق يعني 5 6 لعيبه، وده رقم كبير ان انت 5 6 لعيبه صغيرين في الدرجه الاولى، فده رقم كويس. نادي سبورتنج كان بيهتم فعلا بالناشئين عشان هو كان عنده سياسه ان هو الناشئين دول اللي يشيلوك بعد كده في فيرست تيم، وده فعلا اللي حصل. هم كانوا بيهتموا بينا واحنا في الناشئين، بعدها بسنتين ثلاثه قعدنا 5 6 سنين بنكسب بطولات، طبعا بالاضافه بالاثنين الثلاثه اللي جولنا خبرات سواء كابتن وائل بدر او محمد الكرداني او هيثم كمال، دول طبعا بيكملوا معانا، لكن قاعده الناشئين كانت مختلفه اثرت على الفيرست تيم بعد كده. فطبعا الناس كلها جربت لقت التجربه دي ناجحه فابتدت تعملها، ان انا الناس الصغيرين دول هم اللي هيشيلوك بعد كده، مش مضطر ان انت تجيب حد تاني، لا ممكن بس تجيب واحد او اتنين بس يكمل الحاجات الناقصه عندك، لكن الناشئين دول اللي هيشيلوك بعد كده قدام يعني.